التي نسأل الله أن تتم وتنجح لن نسمح لأي شخص يهين الجيش السوداني. من يهين الجيش السوداني لا يكافأ، لا يكافأ، بل يحاكم ولا يدخل القصر الجمهوري. ونحن نعلم ماذا حدث بالنسبة للجيش السوداني، حمل السلاح ضد الجيش السوداني، ضربت المصالح الاستراتيجية، فجرت أنابيب النفط، زرعت الألقام في شرق السودان. يجب أن لا يحدث هذا، ويجب أن نعيد للجيش السوداني قيمه وكرامته، لأنه هو الذي يحمي الوطن، وهذا مهم. يجب علينا أن نميز بين معارضة حكومات ومعارضة وطن. يجب أن لا نعارض الأمة، خائن من يعارض الوطن، خائن من يعارض الأمة، لكن معارضة الأنظمة والحكومات، المعارضة الراشدة، هذا شيء طبيعي ومقبول. هل سمعتم في يوم من الأيام، والباكستان الآن في قمة النزاعات القبلية والعسكرية وطالبان وأفغانستان، هل سمعتم بالحديث عن أسرار برنامج الباكستان النووي؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن هذه خطوط حمراء يجب أن لا نتعداها. هذا يجب أن يحدث في السودان أيضا، هناك خطوط حمراء يجب أن لا نتعداها.